tam tam taram ramadan karam ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وشغل جديد. هنصور النهارده تكمله شغل رمضان وتجهيزات رمضان للمطبخ من محل اكيابي. صورنا مع استاذ اشرف قبل كده، صورت لكم كل شغل رمضان وصواني رمضان التحفه دي، كانت ب9 جنيه. معانا الاسعار والعروض لسه شغاله لمده اسبوع. يا ريت لو محتاجه اي حاجه تنزلي تجيبيها على طول، عشان يا حبايبي هو بيبيع جمله بس، احنا لينا القطعه بسعر الجمله لمده اسبوع. لو ما تيش على الجولة دي هسيبها لك في اول تعليق مثبت. بصراحة عنده الاسعار برخص التراب، مجموعة اخشاب ومباخر ومغمطيس للتلاجة واستندات خشب، وعنده حاجات حلوة قوي. النهاردة بقى هنشوف صواني ايكيا بالاشكال الجديدة، وهنشوف مفارش التلاجة، وهنشوف كل حاجة موجودة عنده. ما تنسيش تمر حنة باللايك والاشتراك. شحن يا استاذ اشرف؟ في شحن جملة بس، جميع تمام. المحفظات العروض بقى اللي احنا قلناها في الفيديو هي اللي الناس هتيجي تاخد بيها لمدة اسبوع ان شاء الله. نفس الاسعار استاذ اشرف، انا مصورة معاه السنة اللي فاتت، وبصراحة كل الناس شكرت لي فيه. في محل تاني. استيكر بقى بتاع رمضان حلو قوي، كل الاشكال الرمضانية موجودة منه. معانا عم دياستي وكمان عم شكشك وبكار واشكال الفنانيس. بصوا اشكال حلوة قوي وسعرها حلو جدا، هيحسبها لكم ب5 جنيه بدل 10 جنيه، ودي كده بيبقى 100 صورة. سعرها حلو وشكلها حلو وحجمها كبيرة، هيديها لكم ب5 جنيه الكارت كله بدل 10 جنيه لمدة اسبوع بس يا حبايبي. لو محتاجة اي حاجة يا ريت تيجي تاخديها على طول، واهم حاجة قولوا له انا تبع تمر حنة عشان تاخدي بنفس اسعار الفيديو. حبايبي معانا بقى صواني ايكيا الجديده دي، مرسوم عليها من جوه، شكلها تحفه جدا، وعايزه اقول لكم ان هو هيعمل لكم عليها عرض حلو قوي. قلت لي بكام يا استاذ اشرف؟ 20 جنيه 20 جنيه 20 جنيه حبايبي ليكم، والساده هيديها لكم ب 15 جنيه تحفه جدا. هيجي منها الساده، يعني اول ما تيجوا هتلاقوا منها الساده، هيديها لكم ب 15، والمرسوم عليها بقى كل الالوان اللي انتم بتحبوها موجوده. بقى منها اللون الاسمر تحفه اهي، دي كده لمده اسبوع ليكم ب 20 جنيه حبايبي. اللون الاقوى برضو موجود حلو قوي، واللون البينك. لو محتاجاها بقى تعالي خديها على طول، عشان الحاجات دي حبايبي بتخلص بسرعه. حلو قوي واشكالها جديده حبايبي. معانا مفرش ثلاجه قماش. الله جميل قوي، اول مره اشوف مفرش قماش لسه نازل جديد. لسه نازل جديد. لا ورينا الوانه بقى، بكام بقى السعر اهم حاجه؟ بصوا الوانه، الوانه تحفه، ب 10 جنيه بصوا حبايبي تحفه قوي. ده كده برضو حسب لنا القطعه برضو يا استاذ اشرف بالجمله. الطقم ب 10 جنيه الطقم ب 10 جنيه بصراحه جميل قوي. في بقى منه الوان بتجي لك تاني. وده عامل كام؟ ده المستورد ب 10 جنيه برضو الطقم. ده المستورد برضو ب 10 جنيه جميل. بصوا الاشكال، اشكال حلوه قوي بصراحه. بصوا حاجات حلوه. ده كده الاربعه عاملين 10 جنيه. الاربع قطع ب 10 جنيه. الكيس فيه اربعه عامل 10 جنيه، سعره حلو. ده ينفع غطا اطباق او بني شعر. غطا اطباق او بني شعر. ده الكيس فيه 100 قطعه. 100 قطعة بكام؟ يعمل 30 جنيه 30 جنيه 100 قطعة. سعره ممتاز جدا برضه، سعره حلو وينفعك في أي حاجة برضه. كوباية الأول في كوي دي. في الطقم ده في 50 كوباية يعمل 20 جنيه 20 جنيه في 50 كوباية 50 واحدة. بصوا كوبايات حلوة برضه، وفي برضه كوبايات دي للسخنة. الحاجات السخنة جميلة. 10 جنيه دي ب 10 جنيه. 9 جنيه في العرض. 9 جنيه 9 جنيه 9 جنيه حبايبي. بصوا أستاذ أشرف والله منزل لكم في الأسعار. سلكت البلعات دي. دي كده ب 9 جنيه حبايبي. دي دي بتسلك البلعات. بتسلك البلعات تحطيها في الحوض كده وشويه ميه سخنين بتسلك الدنيا. لا يعني يفضوا منها. فضيها بحالها. فضيها بحالها. شويه ميه سخنين بتسلك الدنيا معاك. بكام بقى دي؟ دي ب 10 برضه. ب 10؟ لمده اسبوع. لمده اسبوع برضه ب 10 جنيه، حلو قوي. بصوا حبايبي معانا بقى الاطباق الاكليرك دي، حلوه جدا. بصوا صغننه وجميله ازاي. ده عامل كام يا استاذ اشرف؟ 10 جنيه. الله جميل قوي. ده كده عامل 10 جنيه قطعه برضو بسعر الجمله ان شاء الله. قطعه بسعر الجمله. في منه الوان ثانيه ولا هو اللون ده؟ لا هو اللون ده بس، اخر لون موجود متاح حاليا. يعني بعد كده هيجي لك الوان بقى. منه في منه اربع الوان. في منه اربع الوان بس اللون ده اللي موجود بس، جميل قوي. ده كده عامل 10 جنيه، ينفع تسالي، ينفع في اي حاجه برضو الرمضان، هيبقى حلو جدا. في برضو معانا الاطباق دي بولات تحفه برضو. الاثنين ب 11. بصوا حبايبي الاثنين ب 11 جنيه، سعرها حلو وحجمها كبير، جميله قوي هتنفعك. في منها الوان حلوه اهي كتير جدا. علبه الفشار دي، دي الواحده ب 10 جنيه، دي الحجم الكبير. دي الحجم الكبير. دي عامله 10 جنيه برده، كل الوانها واشكالها حلوه قوي. تمام. في مصفه زي كده. سبعة ونص. دي ب 7 ونص. دي ب 4 جنيه. ب 4 جنيه. دي ب 4 جنيه. بصوا هو كده حاسب لكم زي اللي بيجي يشتري جمله، يعني اللي هيجي ياخد جمله ياخد بنفس الاسعار. 10 جنيه. دي برده ب 10 جنيه، جميله قوي. الوانها فين؟ وريني الوانها. الوانها زي التركي بالظبط يا حبايبي. بصوا
زي التركي بالظبط، الوانها جميله قوي. نظمي بقى فيها معالق. في برده علب بكليات اهي، عامله كام؟ 15 جنيه. بصراحه عنده شويه حاجات حلوه. طب وطقم الثلاجه ده ايه؟ طقم الثلاجه ده بيخش الميكرويف. ده يعمل 30 جنيه 3 قطع. 3 قطع ب 30 جنيه وبيدخل الميكرويف. جميل. وفي كمان المنظمات دي جديده. بصوا المنظمات دي، دي كده بلاستيك شفاف اهي، عامله زي الاكليرك. بس دي بلاستيك ولا اكليرك يا استاذ اشرف؟ دي بلاستيك. دي بلاستيك بس شبه الاكليرك بالظبط. عامله كام بقى؟ دي تعمل 12 جنيه. 12 جنيه. بصوا في منها الوان حلوه قوي. في حاجه زي كده؟ في برضو الباسكت ده كان مختفي بقى له فتره. 11 جنيه. ده ب 11 جنيه. في معانا كمان الباسكت دي. بصوا شكلها حلو قوي. عامله كام؟ ده بيخش الميكرويف. بيدخل الميكرويف ب 25 جنيه. مبيور جدا يعني. في برضو الالوان الحلوه دي ام 10 جنيه جميله. حبايبي معانا تشكيله العلب البلاستيك دي حلوه قوي. دي كده عامله 10 جنيه. ده المقاس ده حلو. عامل 10 جنيه. في منها كمان الشكل ده جميل قوي. وفي كمان الشكل ده وفي الشكل ده. المقاس الوسط عامل كام؟ الوسط عامل 15. والكبير؟ والكبير ده خالص بصوا عامل 20 جنيه اهو. شكله حلو قوي. تنفعك بقى في البكوليات، تنفعك في الثلاجه، هتنفعك في اي استخدام. معانا بقى حامل التوابل الدوار ده عامل كام؟ في الدور، في الدورين، في الثلاثه. في الدورين وفي الثلاثه وفي الدور. ده دور كده 40 70 90. 40 70 90. تمام الله يكرمك. حلو قوي. وفي اللي هي البنك دي، العلبه البنك دي، ده طقم علب. دي علبه بيض دورين. علبه بيض دورين جميله. عامله كام؟ دي كام؟ 30 جنيه. دي عامله 30 جنيه بتشيل 24 بيضه. وصفيت المعالق، صفيت المعالق الاقوى دي. دي ب 45. دي ب 45. بصوا في منها الوان برده. طبعا في منها الوان يا حبايبي، وشكلها حلو قوي. عنده بقى مجموعه كبيره جدا اهي من المنظمات والحاجات الحلوه اللي انتم شايفينها دي. بصراحه المكان عنده كبير وبسم الله ما شاء الله، يعني عنده حاجات حلوه. في كمان معانا مجموعه كبيره اهي من الديكورات لو محتاجه برده ديكورات. في بقى الفازه دي بكام يا استاذ اشرف؟ دي تعمل 14 في العرض. 14 جمله برده، قطعه بسعر الجمله. بصوا شكلها. في منها اشكال، دي خشب على فكره. ودي ب 10. دي الصغيره ب 8. دي عامله 8 جنيه. يعني لو حد عايز يجي ياخد 3 4 عادي ممكن تفتح له الباكت. خلاص يا حبايبي لو محتاجه اي حاجه تعالي. دي كده ب 8. دي ب 8. دي ب 10. ودي ب 10 ودي ب 14 ودي ب 14. حلو قوي الطقم ده. عامل كام؟ 10 جنيه. ده عامل 10 جنيه 5 علب اهو. حاجات حلوه قوي. وده عامل كام طقم الفراشه؟ ده عامل 15. ده عامل 15 2 2 مع بعض عامل 15 جنيه. جميل. والعجله دي عامله كام؟ وريها لنا كده. طبعا كل الشغل عندك على التليجرام. طبعا. يعني لو محتاجه اي حاجه برده جمله او قطعه تقدري تختاريها من على التليجرام وتحجزيها بالواتس. دي الكبيره تعمل 15. دي ب 15. الصغيره تعمل 12 جنيه. الله الصغيره جميله. بصوا صغننه وعامله ازاي. دي عامله كام؟ 12. 12 جنيه. انا بحب الحاجات الصغيره دي قوي. بصوا تحفه. بصوا حبايبي عنده بقى تشكيله كبيره جدا من الاخشاب اهي، هنشوفها كلها دلوقتي بالوانها واسعارها واشكالها. عنده شويه اخشاب حلوه جدا. في كمان معانا حامل المناديل ده كبير وحلو قوي. بصوا كده دي كل الالوان بتاعه الاخشاب. بصوا حبايبي معانا علقه المفاتيح دي برده سعرها حلو قوي. بكام يا استاذ اشرف؟ بتعمل 15 بس. 15. بصوا فيها كده من جوه 2 هوك ومن تحت 3 هوك. جميله وسعرها حلو. في برده دي اهي حبايبي. احنا هنا كده اهو في محل الاكيابي. المحل حلو قوي وفي سنتر درب سعاده. هسيب لكم لينك التليجرام وهسيب لكم ارقام التليفون للتواصل. في توصيل شحن محافظات جمله، ولو محتاجه برده قطاعي بس اقل حاجه ب 1000 جنيه تكون الفاتوره. اما الجمله برده ليها شحن يعني في اي مكان سواء بره مصر او جوه مصر. سواء بره مصر حبايبي او جوه مصر. هو هيديكوا حبايبي القطعه بسعر الجمله لمده اسبوع يا استاذ اشرف. اللي يجي لك تبع تمر حنه ما تزعلوش. تمام. عايزك تعمل معاه الواجب باذن الله. نورتي. ماشي. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. لو محتاجه اي حاجه يا ريت تيجي تاخديها على طول، عشان ما شاء الله المحل حلو وفي اسعار حلوه. وما تقلقوش مش هيغلي عليكم الاسعار ولا حاجه. هو عارف ان هو هيديكوا القطعه بسعر الجمله. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك. مع السلامه.
بكنفته وقطيف وتمام.